لقاء رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري يأتي في توقيت لافت، فميقاتي يحاول جاهدا تحديد حكومته عن ملف التمديد لقائد الجيش ليرميه في عهدة البرلمان، لا سيما أن التمديد محاط بضغوط دولية من اللجنة الخماسية عبر عنها بشكل صريح الموفد الفرنسي جان-إيف لودريان. من الواضح أن الرئيس بري يحاول الاستفادة من عامل الوقت، فهو لم يدعو إلى اجتماع لهيئة المكتب تمهيدا للدعوة إلى جلسة تشريعية، إنما دعا لجلسة لجان مشترك الاثنين لفسح المجال أمام مزيد من المشاورات لإيجاد حل وأيضا لتمرير عدد من القوانين وصولا إلى الغوص في أكثر من اقتراح معجل مكرر للتمديد لقائد الجيش. الأجواء توحي بالتريث والهدوء الحذر في انتظار جلسة مجلس الوزراء التي أعلن ميقاتي عقدها بهدف إقرار الزيادات المطلوبة بدل الإنتاجية لموظفي القطاع العام. حبيت أني أضع دولة الرئيس بري بنتائج اتصالاتي اللي قمت فيها بالخارج، وخاصة ما يتعلق بلبنان والحرب الدائرة في المنطقة. في المواضيع الداخلية بس أنا بحب ألفت نظر أنه نحن اليوم بعد الظهر عندنا بالسراي الحكومة اجتماع للجنة انتظام العمل بالقطاع العام والنظر بالزيادات المطلوبة بدل انتاجية لموظفي القطاع العام. فهذا الموضوع كثير مهم وأنا واعد فيه أني مرقه بأسرع وقت ممكن، فإذا اليوم أقر باللجنة سأدعو إلى مجلس وزراء بأسرع وقت ممكن. نعم. وأرجو أن لا يربط هذا الموضوع بزيارة الرئيس بري، لأنه هذا الموضوع كان مقررا قبل هذه الزيارة، لأني أنا واعدهم للقطاع العام أنه بتصير الزيادة ابتداء من 1/12، فبالتالي هيدي هي الحالة. يقال في ضغط من اللجنة الخماسية لتمديد لقائد الجيش. وكان رئيس الحكومة أكد بعد لقائه أعضاء السلك القنصلي في لبنان برئاسة جوزيف حبيس أن ملف قائد الجيش يحتاج إلى إجماع وطني. موضوع قيادة الجيش أنا أسهل شيء لألي اليوم عين قائد جديد، وفي وفاق مع الكل تعين قائد جديد، ولكن قلت أنه أنا اليوم إذا أخذ دور رئيس جمهورية اللي هو يحفظ التوازن بالبلد وحامي كل الفئات بالبلد ويعرف الموازين كلياتها، أنا ما بقبل أني أخرق أني أكون مع فريق ضد فريق ولا بشكل من الأشكال. إذا ما كل اللبنانيين متفقين أنا لا أقوم بأي شيء خطوة ممكن أن تعكر أحد أو يعتبرها أحد أنها تحدي له. وكشف رئيس الحكومة أنه خلال الأشهر المقبلة ستجري مفاوضات عبر الأمم المتحدة بدءا باستكمال تنفيذ القرار 1701 وصولا إلى الاتفاق على النقاط الخلافية الحدودية مع العدو الإسرائيلي. نحن عنا على الحدود الجنوبية بده يصير مفاوضات عبر الأمم المتحدة تبدأ بتنفيذ كامل لل 1701 وتنتهي بالاتفاق مع عبر الأمم المتحدة على كل نقاط الخلاف الموجودة بيننا وبين الإسرائيليين، وننتظر بإيجابية لثلاث أشهر القادمة أنه نقدر نوصل لمرحلة استقرار كامل، ولأنه هذا هو اللي بده إياه لبنان. لبنان شو بده غير الاستقرار؟ وأكد ميقاتي أن انتخاب رئيس للجمهورية هو الأساس، لا سيما مع اقتراب عقد طاولة السلام في المنطقة، لأنه أنا بحاجة لرئيس جمهورية، لأني كمان أخشى أن أصبح خارج التاريخ إذا ما في رئيس جمهورية، لأني أنا أتوقع طاولة مستديرة لموضوع السلام بالمنطقة إذا ما في رئيس جمهورية، لأنه هيدي لصيقة برئيس جمهورية 100% بده يكون موجود هو لحتى إذا في أي معاهدات دولية يكون حاضرة. أول يومين من بداية بعد 7 شهر كان عندي مقابلة 9 شهر بعتقد على التلفزيون، وقلت له قرار الحرب مش عندي، انه كيف بتقول قرار الحرب هذا انتقاص من دور الدوله اللبنانيه؟ ليش حدا عارف؟ ليش لحتى اكذب على الناس وقرار الحرب عندي؟ اذا قلت قرار الحرب عندي وانا كنت عارف لوين واصل البلد، كنت انا مسؤول، كنت انا ححملكم مسؤوليه كلكم اذا انا ضربت لبنان وقلت القرار الحرب عندي، واذا علقت صار حلالي انضرب كل لبنان. ولفت ميقاتي إلى أنه خلال اتصالاته مع المعنيين من الجانب الأمريكي أو الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي هناك هدف أساسي وهو تجنيب لبنان أي حرب كبيرة قد تحصل. ريم حمدان، قناة الجديد.